هذا اليوم العالمي للمدرس هو عضون الامتنان والتقدير لرجل التربية والتعليم، نساء ورجال التعليم على حد سواء. وهذا النهار هو تخليد بالنسبة لجميع الجهود اللي كيبذلوها هذه الفئة هذه. وحنا كنعرفوا على أن رجل التعليم لا سيما، أنا ديما كنجبد ديما بوكماخ الفترة اللي كانت رائدة في المجال التربوي، اليوم كنلقاو على أن كاين عدة مشاكل، عدة اختلالات تشوب العملية التعليمية التعلمية من مناهج وبرامج من مستويات مختلفة، تشوب جميع الشرائح، لا آباء ولا مدرسين ولا مسؤولين. وقس على ذلك المسؤولين، انا كنهضر على الحزبيين ماشي على النساء ورجال التعليم. ملي كنغيروا الانظمه خصنا نفكروا كيفاش خصنا نغيروا ذاك النظام ونجعلوه واحد النظام اللي هو في مصلحه رجل التربيه والتعليم، ماشي يسيء الى رجل التربيه والتعليم ويتدنى مستواه من سيء الى اسوء. اليوم كنلاحظوا على ان رجل التربيه والتعليم يتشبث دائما بمبادئه المعروفة. إذا عددنا وحاولنا أن نقرأ قراءات عبر السطور نجد دائما رجل التربية والتعليم دائما في المستوى، وهو الرابط الأساسي لازدهار هذه الأمة. الان كاين واحد النقاش حول النظام الاساسي تاع رجال التعليم، البعض يقول لك ما يمكنش النظام الاساسي لرجال التعليم ينجح بدون اهتمام وحل المشاكل تاع رجال التعليم ونساء التعليم. وبطبيعه الحال لان ملي كنعرفوا بان ديما خصنا نمشيو من الجزء للكل، لان العمليه اللي مشات من الجزء للكل ديما خصنا نشاركوا معنا نساء ورجال التعليم ونشوفوا شنو هي الهموم اللي كيعانيوها والمشاكل اللي كيقاسيوها في المجال التعليمي التعلمي. الى حاولنا باش نبداو ننزلوا عليهم هذوك المنزلات او دوك المخرجات بالنسبه لهم هما يحاولوا يطبقوها، لان كنفرضوا عليهم واحد الواقع، وهذاك الواقع واش هو مناسب بالنسبه لرجل التربيه والتعليم ولا غير مناسب، لا بالنسبه للظروف ديالو الماديه ولا الاجتماعيه ولا المعنويه. لان ملي كنجيو حنا بالنسبه لنا وتنبغيو نفرضوا شي حوايج، بحال نعطيك مثال ضحايا النظام، النظامين الاساسيين، هذوك الناس اللي هما كانوا تقريبا ذاك النظام ديال المرسوم اللي جا ديال 2003 هو كرس عدة مشاكل. من ضمن المشاكل اللي كانت هو ان ذاك النظام اللي كان المرسوم اللي كان ديال 1985 كان عنده 15 سنة كأقدمية وست سنوات من سلم الى اخر. اليوم كنشوفوا على ان 2003 كرسات هذه المسألة هذه، وشنو جعلات؟ جعلات رجل التربية والتعليم كيتمدد ليه المدة ديالو ديال الترقية، والترقية كنعرفوا ان ما كاينش الحافز ديال الترقية راه ما كاين حتى شي حاجة. الحافز المادي هو الذي يشجع رجل التربية والتعليم على بذل جهود مدنية لإيصال ما يجب إيصاله لذلك الطفل أو لذلك التلميذ، وهذا هو المقصود. اليوم النظام الأساسي من 2014 ملي جا الوفاء وحنا نمططوه تمطيط، والذي يمططوه هما معروفين، حنا ما بغينا نقصدوا حتى شي واحد في هذا، لأن هي مصلحة عامة، والمصلحة العامة تطلب منا أن نتحد فيما بيننا من أجل المصلحة العليا للبلاد. أعتقد أنه اليوم العالمي للمدرس ينبغي أن يرفع شعار حقيقي هو رد الاعتبار لرجال ونساء التعليم، على اعتبار هذه الفئة بطبيعة الحال ضحت بكل غالي ونفيس من أجل تربية الأجيال. وأعتقد أنه هذا اليوم لا يقتصر فقط على الاحتفال أننا نتذكر المسيرات والنضالات ديال رجال التعليم بخصوص الوضعية ديالهم المزرية، ينبغي كذلك أن نتذكر كذلك ما قدموه للناشئة وما قدموه للمجتمع الذي أصبح الآن ربما يدير ظهره لرجال التعليم ونساء التعليم. صراحة أعتقد أنه ينبغي إعادة النظر حتى في القرارات التي تصدر من الجهات المسؤولة حول الوضعية. دائما نتحدث عن وضعية مزرية كارثية أمام ارتفاع المهول وامام غلاء المهول، اصبح رجل التعليم يعني في اسفل القيم ديال المجتمع. واعتقد انه للنهوض بالمدرسه المغربيه لابد من الالتفاته لرجل التعليم ولابد من الالتفاته اليه
على الأقل الكرامة المعنوية. الآن رجال التعليم لا يناقشون بشكل أو بآخر المسائل المادية فقط، ولكن يناقشون كذلك الكرامة ديالهم داخل المنظومة التربوية. ينبغي أن تعطى كرامتهم، وينبغي أن نرد الاعتبار لرجل التعليم.